تشاهدون في هذه الحلقة: فرص وتحديات تمكين المرأة العدنية، مختبرات علمية للرقابة على سلامة المنتجات وجودة التصنيع. زوجان يمنيان تركا العيش في أمريكا وعادا للاستثمار في اليمن. مشاهدينا الكرام، الآن نبقى مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع. شهدت العاصمة المؤقتة عدن فعاليات رسمية ومجتمعية اليوم العالمي لحقوق الطفل والذكرى السنوية 30 لاتفاقية حقوق الإنسان، وتخللت الفعاليات التي شارك فيها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فقرات فنية وغنائية عبرت عن أهمية رعاية الطفولة وتعزيز دورها المجتمعي ومضاعفة جهود الحماية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وسبل العيش الكريم. نظمت وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن ماراثون رياضي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة والذكرى 30 لاتفاقية حقوق الطفل، وشاركت طالبات المدارس بفعالية كبيرة في السباق ومختلف الألعاب الرياضية في الماراثون الذي اختتم بتكريم الفائزات بالمراكز الأولى. دشن في مدارس العاصمة المؤقتة عدن حملة تحصين ضد مرض الأنفلونزا، واستهدفت الحملة وعلى مدى أيام 10,000 طالب وطالبة في 4 مديريات كمرحلة أولى ضمن برنامج صحي يمتد إلى مختلف المديريات لمواجهة أمراض الحميات في موسم الشتاء والحد من انتشاره في أوساط الأطفال. المرأة نصف المجتمع، فلا تكتمل عجلة التنمية ولا تبنى الأوطان إلا بتمكينها من مختلف جوانب الحياة. قضيتنا لهذه الحلقة: المرأة اليمنية مسيرة عطاء لا تتوقف. خطت حضورها المجتمعي في مختلف دروب الحياة وسط تحديات كبيرة في واقع متأزم. الوضع تغير، يعني كان بالمجتمع تغير كثير، انه الان الرجال حاولوا انه يعني يخلوا زوجاتهم واسرتهم انها تسوق الحالة. في عدن سجلت المرأة حضورها اللافت في شتى ميادين العمل، متغلبة على الظروف المعيشية القاسية ومتخطية حواجز الخوف والمنع في بلد محكوم بثقافة لا ترى في المرأة مصدرا للدخل. وانا دخلت منظمة ودرست فيها وهم فاتح لنا مشاريع صغيرة طبعا، فانا قلت لي هذه الفكرة اني افتح حلويات، وعملت لها دراسة كاملة درست فيها وقبلوني اصحاب المنظمة لانه مشروع مميز. النظرة القاصرة تجاه المرأة اليمنية ومحاولة تغييب دورها الفعلي يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي المرتبط اساسا بتمكين المرأة كما تقول المؤشرات الدولية. عرفت سوق، يعني تساعد نفسها بتلبية طلباتها ومحتاجاتها من برا. احيانا يكون الرجل يعني مشغول كثير، والوضع المجتمع انه الحياة وقعت صعبة، يعني المرأة لما تسوق يعني تسهل انها توفر تودي اولادها المدارس، محتاجاتها من السوق، تروح الجامعات، مرفق عملها، يعني سهلت كثير من الضغط على انها تكون في المواصلات في التاكسيات، افضل لها انها تكون في سيارتها افضل. لم تقف التحديات والاخفاقات في بعض المجالات عائقا امام المرأة العدنية التي استطاعت انتزاع مكانتها وتسعى لفرض وجودها في مجتمع تشكل نصفه الاخر. نرحب اليوم بالأستاذة ثريا مقبل، الأمينة العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في اليمن. أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذة معنا. بداية، لو تضعينا أمام الصورة الواقعية لواقع الواقع المعاش للمرأة العدنية اليوم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورحب طبعا بهذا اللقاء. أتمنى لكم التوفيق أولا والنجاح في مهامكم. وبالنسبة للسؤال عن واقع المرأة العدنية، طبعا العدنية مرت يعني كمرأة عدنية أتكلم،
إننا مرينا على كثير من المراحل، مختلف المراحل، من يعني من أثناء أيام فترة الاستعمار وما بعد الاستقلال، وكل المراحل التي مرت سواء كانت في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات، وحتى قيام الوحدة وما بعد الوحدة وإلى هذا اليوم. يعني مرت كثير من المنعطفات التاريخية خلال هذه المراحل. المرأة اليمنية كان لها دور ساهم ويعني دور كبير وعظيم في بناء الوطن، سواء ما بعد الاستقلال أو أثناء وجود الاستعمار، أولا طرد الاستعمار وبعده كان يعني النهوض وقيام الدولة بمؤسساتها. فكان يعني كثير، لا يسعنا الوقت هنا لأن نشرح واقع المرأة العدنية خلال هذه الفترة، وإنما الواقع الذي تشاهدوه من وجود المرأة العدنية في مختلف المجالات سواء كانت التعليمية أو الصحية أو الأكاديمية، هو هذه هي المرأة العدنية، هذه المرأة العدنية العظيمة التي تجدها في كل مكان، منها المعلمة التي أخرجت الأجيال، ومنها الأكاديمية، ومنها الطبيبة، ومنها المحامية، فالكثير هناك من الأسماء اللامعة. أما ما حصل يعني ما واقع المرأة العدنية ما بعد الحرب، فواقع مؤلم ومأساوي، فالكثير من النساء يعني حسب ما حصل إنه منهن من أصبحت في يعني في مصاف الأرملة، ومنهم من فقدت أخوها، ومنهم من فقدت ابنها، ومنهم من كان أو ترى ابنها جريح أو أخوها جريح، فيعني هنا تخريب، وهذا شيء مؤلم. والشيء الآخر كذلك واقع المرأة العدنية بعد الحرب اللي هو انقطاع الخدمات يعني أو انعدامها في فترة وانقطاعها في فترة أخرى، يسبب الكثير من المعاناة والكثير من المشاكل والكثير من يعني إيش أقول، سواء خاصة يعني أثناء فترة الصيف وانقطاع الرواتب وانقطاع المعاشات والمعاناة اللي عانتها المرأة، لأنه نحن نعرف أنه أغلب الأسر العدنية هي يعني تعيش على مسألة المعاش أو الرواتب، لأنه أغلب الفئات الموجودة داخل هذه الأسر هي فئات عاملة وموظفة والكل يعتمد على الراتب. فهنا يعني كانت أيام وشهور مرت علينا يعني متعبة وصعبة للغاية. ما المجالات الأكثر تمكيناً بالنسبة للمرأة؟ خلال الفترة الراهنة طبعاً نحن نلاحظ أنه الآن الأعمال الخاصة اللي هي موجودة وكثرة المخرجات، يعني الآن مخرجات التعليم موجودة في كل مكان، وخاصة نجد أنه فئات البنات أو الفتيات هم الأكثر يعني من حملة الشهادات، فنلاقيهم في سوق العمل، ومنهم من أصبحنا داخلة المنازل، ولكن الفرص المتاحة لهم بتكون هي مسألة الذهاب إلى المدارس الخاصة أو المؤسسات الخاصة أو اللي هي كالمستشفيات أو المستوصفات. والآن في منهم من اتجه يعني من طورت نفسها إلى جانب يعني كسب بعض اللغات خاصة اللغة الإنجليزية، في منهم كثير راحوا في منظمات يشتغلوا في منظمات دولية أو إقليمية أو محلية، وكل من يعني اتجه بالاتجاه المناسب له، ولكن الكثير منهن يعني لازلنا في البيوت، ومنهم من تحاول للبحث عن مصدر دخل يعني يساعدها ويعينها، الكثير يعني منهم لازلنا في البيوت. هل لتمكين المرأة أثر ملموس في المجتمع؟ أكيد يكون له أثر ملموس، لأنه حيث ما توجد المرأة يوجد النجاح، لأن المرأة من النوع، وهذا معروف طبعا بشكل عام، أن المرأة وخاصة المرأة العدنية يعني إذا كان أخذت مهام وأخذت ذا تلاقيها بتشتغل يعني بكل أمانة بكل جد بكل إخلاص وبتفاني يعني تعمل، ونجاح طبعا بيكون له أثر طيب، وإذا هي يعني أساءت أو أنها قصرت فهذا طبعا بيعود أنه طبعا بيكون في هناك خلل وبتوقف عن العمل، وهي بنفسها يعني بتنقطع مصدر رزقها. إلى أي مدى استطاعت المرأة العدنية مواجهة الظروف الصعبة وإثبات نفسها وجعل لها مكانة في المجتمع في ميادين العمل المختلفة؟ المرأة طبعا هنا نحن نعرف أنه عدن هي المدينة أو المحافظة الرائدة في مجال الأعمال يعني خاصة للنساء، الفرص المتاحة للنساء ليس من الآن يعني من الستينات والسبعينات وما بعده، النساء هنا منخرطات في كافة المجالات سواء حتى في المجال العسكري، بتجدين أن النساء قد سلكن السلك العسكري ومنهم من يحملوا الرتب
فالمدى يعني هنا المدى طبعا المدى البعيد والمدى القريب والمدى البعيد، يعني انه النجاح موجود في يعني موجود العمل وموجود النجاح في مع النساء العدنيات خاصة يعني في عدن. الحضور والتمكين النسوي في مختلف ميادين العمل، ألا يؤثر ذلك على منزل المرأة وزوجها وأولادها، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتشرد الأبناء الذي يعول في الغالب على عمل المرأة؟ هنا نقول إن حسب ما ظرف المرأة في المنزل، في منهم إذا كان وجدت المرأة السند الذي بيسند إذا هي مثلا معها أولاد، منهم مثلا الجوانب المساندة للمرأة داخل المنزل إذا كان في أحد من يعني بيساعدها، سواء الزوج أو قد يكون أهل الزوج، قد تكون أمها وقد يكون كذا، يعني هذا متعارف موجود في عدن إن الأم دائما هي من تسند. وكذلك معانا الحضانات يعني موجودة كانت في السابق ولا زالت يعني الآن برضه بدأت هنا تشتغل، فهذه هي عامل مساعد. ويعود هذا النجاح المرأة يعود عليها هي، صح أنها هي بتتحمل التعب داخل وخارج المنزل عباء غير عادية، ولكن المرأة العدنية معروف عنها أنها عندها قوة تحمل وقوة الصبر والنجاح وتنجح في أعمال كثيرة. ولكن متى تجد العرقلة؟ إذا العراقيل قد تجدها مثلا أن لا تجد أحيانا قد يتشرد أبنائها، طبعا الأم لا يمكن أنها تتحمل أنه تترك أبنائها في المنزل أو أطفالها الصغار هم غير قادرين أو بتقفل عليهم وبتمشي بتروح تشتغل وكذا، هذا من الصعب يعني أنه مثل هذه المرأة أنها تخرج وتترك مثل هؤلاء الصغار. ولكن كل ما كان موجود السند وموجود العامل المساعد لها، سواء كان من قبل الدولة أو الأسرة، الدولة نقول هنا مهامة بالرياض أو الحضانات اللي موجودة، هذا عامل مساعد طبعا يعتبر له. وكذلك الأهل يعني المتواجدين، قد يكون في من الجيران، قد يكون ذا، فهنا يعود أن المرأة ما بتخرج للعمل إلا وهي قد رتبت نفسها داخل وخارج المنزل. في رأيك أستاذة ثريا، لماذا تلجأ المرأة للعمل؟ متى تلجأ للعمل؟ الآن يعني سواء كان من سابق أو الآن. سابق كان التعليم يأخذ على أساس أنه يعني اللي يعطون، إحنا درسنا إحنا في الفترات السابقة والسنوات السابقة على أساس أن إحنا نخرج إلى المجال العمل ونحن نبني الوطن، كانت هذه تغرس يوميا في المدارس، انه يعني نحن بنخرج، ما تخرجي من المدرسه يعني تكملي الثانويه او المعهد او غيره الا والوظيفه قدها جاهزه، لانه كان المتطلبات المجتمع كان هكذا يتطلب. الان الذي يجعل المراه انها تخرج الظروف المعيشيه، المتطلبات، زادت المتطلبات، زادت الحياه الماديه، تكاليف الحياه، اصبح الان كان اول ما فيش مساله ايجارات مش كذا، يعني متطلبات الحياه قد يكون ايجار، قد يكون منازلهم ايجار، المنزل عن السكن حق الزوجة والزوج، ممكن أنهم الحياة شفتي مدارس الصحة كل شيء، يعني من على ما من أول يوم يعني في حياتهم الزوجية إلى يبدأوا وهم من أول النهار لآخر النهار، وهي متطلبات، زادت المتطلبات وزادت، فلهذا يعني تضطر المرأة أنها تخرج إلى مجال العمل لمساعدة أسرتها وتحسين ظرفها وظرف أسرتها، يعني تحسين مستواهم المادي والمعيشي. هل المرأة تعمل اليوم فقط لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للأسرة، أم أن هناك أسباب أخرى تدفع المرأة للعمل؟ طبعاً المرأة إذا خرجت إلى مجال العمل طبعاً هي بتفيد نفسها أولاً وأسرتها، وثانياً بتفيد مجتمعها في المجال الذي بتعمل فيه، طبعاً هي بتفيدهم إذا كانت مدرسة، طبعاً بتخرج أجيال، وإذا كانت في الصحة، وإذا كانت في أي مكان، طبعاً حيث ما توجد المرأة بتوجد بصمتها الإيجابية. كيف تقيمين النظرة المجتمعية إزاء عمل المرأة؟ والله نقول إحنا إنه الاختلاف الذي موجود، إنه سابقاً كان الالتزام في العمل، يعني ساعات العمل إذا كانت 8 ساعات 8 ساعات، يعني 8 ساعات عمل فتبقي المرأة خارج بيتها 8 ساعات. أما الآن نجد يعني إنه في كثير من الترهل موجود داخل مؤسسات الدولة وحتى في المدارس، يعني ما هوش بهذاك القدر من الالتزام الذي كان موجود يعني سابقا، وحتى في المؤسسات الأخرى، اللهم يمكن في الأماكن أو المرافق الخاصة يكون في التزام وانضباط، أما في المرافق الحكومية فنجد عدم الالتزام عما كان عليه سابقا. كان سابقا يعني الالتزام 8 ساعات عمل 8 ساعات عمل، لا يوجد تهاون، أما الآن يعني نجد أن التهاون موجود بشكل يعني مقرف. هل هناك أعمال تناسب المرأة وأعمال لا تناسبها؟ ما رأيك بهذه العبارة التي نسمعها كثيراً؟
طبعا في اعمال مثلا الاعمال العضليه الان المجتمع لا يمكن انه يتقبل مثل هذه الاعمال اللي المراه تقوم فيها نتيجه لوجود النزوح الداخلي من مختلف المحافظات عكس ما كان سابق. يعني ما كانش في اشكاليه، الان يمكن حتى لو بتوجدي المراه العسكريه يمكن تلاقيها في العبايه، بتلاقيها كذا، ما بتعرفيش انه هذه المراه هي تعمل في الجانب العسكري، عكس ما كان يعني سابق انه المراه العسكريه عسكريه يعني في لباسه، والمراه مثلا اذا كانت هي في المجال الصحي بتلبس اللباس الصحي سواء بالقبعه وباللبس وذا، وفي مختلف المجالات يعني كل ياخذ السمه يعني اللي هي الشكل واللبس والى اخره، عكس ما الان. يعني هذا من جانب الشكل، اما من جانب انه هذا المراه وهذا طبعا في اختلاف. اليوم ما هي ابرز الصعوبات والتحديات التي تقف امام المراه العدنيه لحصولها او تمكينها من العمل؟ اولا انه الصعوبات اللي بتوجدها المراه يعني حاليا اللي هي اول شيء البطاله، انها المخرجات يعني يخرجوا، يمكن قد تضطر انها تشتغل في مجال غير مجال اللي درست فيه، يمكن هي تكون درست صيدله بتلاقيها بتشتغل في مدرسه خاصه، يمكن تكون درست محاماه بتلاقيها تشتغل في مكتب خاص او بتشتغل يعني حتى احيانا كانت السابق كان نشوفهم يشتغلوا حتى مكاتب اتصالات. فهنا هذه الصعوبه التي تجد المراه انها لا تلاقيها في المكان المناسب او في مجال عملها الا نادر، يعني مش نادرا نقول، انما في صعوبه كثيره نتيجه لكثره المخرجات، واصبح الكل يعني في الاغلبيه يعني انهم غير يعني متواجدين في مجال العمل. في رايك استاذ ثريا، هل كانت المراه العدنيه عند مستوى التحدي في ظل الظروف الراهنه؟ واستطاعت أن تبرز من نفسها وتطور من نفسها، واستطاعت أن توجد لنفسها مكانة في مختلف ميادين العمل؟ طبعاً المرأة العدنية ويعني بشكل عام هي على مستوى التحدي ألف مرة، يعني التحدي الصعوبات الموجودة، ومثل ما قلت لك إنه أولاً صعوبات الحرب يعني المعاناة خلال الفترات السابقة، مثل نحن أعمارنا يعني عشنا كثير من المراحل والمنعطفات، سواء يعني لا يسعني مثل ما قلت لك انه الوقت للشرح، ولكن احنا ناخذه من بعد 2015، فكثير عانت المراه طبعا، عانت مثل ما قلت لك فقدان يعني سواء حتى لو مش من اسرتها يمكن من الجيران، مثل ما نحن نشاهد يعني يوميا المآسي التي يعني تحصل في يعني موجوده في مناطقنا او في محافظتنا. طبعا عنده قوه تحمل وعندهم قوه الصبر، و وكمان يعني مثل ما قلت لك سابقا اللي هي ان احنا نتحمل انقطاع الكهرباء في ظل الصيف، انقطاع المياه، انقطاع الخدمات، اشياء كثيره، طفح المجاري، انتشار الامراض، يعني احنا نعيش يوميا في قلق من الامراض، حتى اصبحنا نخاف من البعوض المنتشر، نقول يمكن احنا نصيب بالامراض الملاريا والضنك، يعني أصبحت الأمراض الآن منتشرة بسبب طفح المجاري، بسبب يعني ما عاد تأمني حتى تاكلي أو تشتري أشياء من يعني من الأماكن العامة نتيجة لانتشار الكثير من الأمراض. هل تدرك المرأة اليوم ما لها وما عليها؟ مش في كل الأسر طبعاً تحصل إنه المرأة بتقدر تدافع عن أسرتها، إذا كانت هي من أسرة محافظة وملتزمة يعني بشدة. لا يمكن يعني ان هنا تخرج عن الاهل، اذا خرجت يمكن انها تتعرض للقتل، تتعرض لاشياء كثيره، ولكن يعني في بعض الاسر والغالبيه العظمى انهم يتفهموا الوضع العام اللي موجود في يعني للمراه، ومنهم الان موجودين في مختلف مجالات العمل، والان حتى نلاقي انه في بعض الاسر اللي كانت سابقا يمانعوا انه بناتهم يواصلوا تعليمهم موجودات، يعني لان زوجة اخي مديرة ثانويه البنات، فنلاحظ انه الكثير من الاسر الريفيه اللي اجت من الريف الان اصبحوا انهم يعني اصبحت بناتهم يواصلوا الدراسه، حتى انهم وصلوا الدراسه الجامعيه، ومنهم قد دخلوا في مجال الطب والهندسه واخذين اعلى المراتب ويجوا من الاوائل، عندهم يعني سبحان الله عندهم نسبه ذكاء عاليه. فهنا تنتقل كأن عدوى تنتقل بين الأسر هذه، فيبدأ النوع من التقليد في الأسر، وتنتشر أنه تبدأ في تقدم تطور بعض الأسر، يعني أنهم كسروا الحاجز أن البنت تخرج من صف سابع إلى صف خامس، وهذا خاصة الذين انتقلوا من الأرياف إلى المدينة. ختاما أستاذ ثريا، هل هناك رسالة تودين قولها من خلال هذا اللقاء؟ الرسالة والله أقول أنه أولا التعليم، يعني أوجه
كلامي وأقول أنه على الكل أن يهتم بالتعليم، وخاصة تقوية أساس أبنائهم وبناتهم أنهم يوجهون للتعليم. والشيء الآخر كمان انتباه يعني الوسائل المنتشرة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ونقول أنه كمان كذلك للمنظمات المجتمع المدني عليهم بالاهتمام بالنساء والفئات الفقيرة والأشد فقرا الموجودة يعني داخل المجتمع، وأشياء كثيرة نحن كمان نطلب من المجتمع المحلي أو المجلس المحلي بأنهم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، وخاصة في مجال الخدمات يعملوا بكل طاقتهم وجهدهم، لأنه الآن أصبحت الأمراض منتشرة، أصبحت الظواهر منتشرة، يحاول الكل يعني يكتاتف لاستتباب الأمن والأمان داخل محافظة عدن وتعود مثل ما كانت سابقا. في الختام، الأستاذ ثريا مقبل، الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في اليمن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس على استضافتكم لي، ويعني نقول الكلمات لا توفي في حقكم. شكرا لك. لا تزال مدينة عدن الجميلة تسخر بالعديد من الحكايات والقصص، اخترنا لكم منها هذه الحكاية، فابقوا معنا. في منشأة علمية فنية تعمل كحارس يقظ لتأمين سلامة المنتجات وجودة التصنيع، يتجسد الدور الحيوي لمختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة بأعلى مستويات الأمن الصحي. تعمل هذه المختبرات على فحص السلع الواردة والمصنعة محلياً واختبار مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وفق نظام دقيق لا يخطئ التقدير. تتميز مختبرات الرقابة على الجودة بدورها الريادي في حماية المستهلك باعتبارها تشكل منظومة قوية وأكثر فعالية في الفحص والاختبار للمنتجات. يتم فحص العينات عبر أجهزة ذات مستوى عالي من الكفاءة والجودة بهدف التوصل إلى نتائج تحليلية في غاية الدقة باستخدام نظم وآليات تضمن سلامة المحتوى. تعمل هذه الأجهزة على صحة وسلامة المواطن عبر فحص المواد الغذائية للتأكد من جودة الأغذية ومدى مطابقة خواصها الطبيعية والكيميائية للمواصفات المحلية والعالمية، كما تساهم بدور رئيسي وفعال في تشجيع الصادرات المحلية وتحسين قدرتها التنافسية ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية. معامل منهجية موثوقة ومشهود لها بكفاءة الاختبار يقوم عليها مختصون لا يتجاوزون حدود المواصفات والمعايير الدولية. فريق فني متخصص تم اختياره بعناية للعمل في هذه المختبرات يرصد ويتابع بدقة نتائج تحاليل العينات العشوائية المأخوذة من الموانئ والمنافذ اليمنية والتأكد من مطابقتها لمقاييس الجودة.
حتى السلع المعروضة في الأسواق يتم شراء عينات من بعضها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لكن ذلك لا يحدث بشكل دائم كما يقول المختصون. وبموجب نتائج الفحص والتحليل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع غير المطابقة للمواصفات والمنافية لمقاييس الجودة، والتي يتم في الغالب إتلافها أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ. التقارير الصادرة عن إدارة مختبرات الجودة خلال العامين الماضي والجاري تشير إلى إتلاف نحو 300 شحنة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وإعادة تصدير 30 شحنة أخرى منافية لمقاييس الجودة. تفرض حرب الانقلاب التي تدخل عامها الخامس تحديات كثيرة على نشاط الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة، وتضعف إلى حد كبير نشاطها الرقابي الذي يتركز في الأساس على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وغالبيتها لا تخضع لسلطات الدولة وتدار بعيداً عن الرقابة. زوجان أحبا اليمن وعداً ودفعهما حبهما للاستثمار فيها رغم كافة الظروف الصعبة، هروباً من شعور الغربة والاغتراب. فيما لا يزال الاغتراب عن الوطن المثخن بالحرب حلماً يراود الكثير من اليمنيين، فضل زوجان يمنيان مغادرة أمريكا التي يقيمان فيها منذ عقود والعودة إلى عدن للإقامة والاستثمار. اسمي ستر الله علي أحمد محمد بصيري، أنا يمنية الأصل، موالد أمريكا، وسافرت وأنا صغيرة يعني طفلة من اليمن، وفي آخر السبعينات في الثمانيات تزوجت ورجعنا أمريكا أنا وزوجي، هناك عشنا وانجبنا أطفال الحمد لله الله يخليهم يا رب. كنت سفرهم لهنا لليمن يعني يشوفوا البلد ويرتاحوا، كان يقسوا في اليمن كامل يعني كنت مشيهم فيها يعني، واليمن يعني عدن بالذات. حرص الزوجان ستر الله علي أحمد البصيري وعبد الله البصيري على ارتباط أبنائهما بموطنهم الأصلي اليمن والتعرف عليه عن قرب، ودافعهم الرئيس في ذلك حب الوطن كما يقولان. نحن نحب عدن من زمان، يعني كأي إنسان يمني يحب ولا يعني بلده، فعندما رحنا إلى الغربة ورجعنا دائما نروح القرية ونأتي إلى عدن وأولادنا معنا وهم صغار، والآن الحمد لله تجمع شوفي ولدي عمره 20 سنة وعندنا 23 سنة و 21 سنة والصغار يعني 11 سنة، فدائما إحنا نأتي بأطفالنا إلى اليمن حبا لبلدنا لا غير ولا زيادة يعني لا ناقص ولا زيادة. فعندما وصلت زوجتي إلى عدن يعني أرادت أن تستثمر في عدن بحيث أنه نفيد مجتمعنا، وبدل ما نستثمر فلوسنا والحمد لله إحنا مرتاحين في أمريكا نستثمر حاجة في بلدنا أقل شيء كما إحنا مستثمرين حتى بالشمال في صنعاء، ولكن البلد هي بلدنا. طيلة فترة اغترابهما في أمريكا ظل الزوجان ستر الله وعبد الله البصيري مرتبطان دائما بعدن واليمن، يسكنهما حب الوطن والحنين إليه، وعاد إليه حين قرر الآخرون مغادرته تاركين خلفهما حياة الرفاهية التي عاشها في بلد لا يزال مغلقا في وجوه اليمنيين. كنا نسمع أنها مشاكل
وأشياء حاجات هكذا، وكل ما يقولوا مشاكل التلفزيونات عارفة كيف يزيدوا المشاكل والحاجات وهذه وهذه يعني. بس احنا قلنا يعني لازم احنا نعمل اي حاجة لبلدنا، يعني نقوم نعمل اي حاجة يعني نساعد وطننا وبلدنا يعني حتى بحاجة بسيطة يعني. وحتى لو غلقوا المطارات قد يمكن نعبر بالقارب من اي دولة. انا اقول الصراحة الشعب اليمني هكذا يحب بلده على الفطرة بغض الشعوب الاخرى، لو كنا في اخر الدنيا لاتينا الى بلدنا، ومهما كانت الصعوبات الى قريتنا كنا نسافر ساعتين، واليوم نسافر 12 ساعة وهي الا ساعتين من عدن. الاستثمار في بلد يفتقر لوجود الدولة ومتطلبات الحياة تحدياً خاضه الزوجان ستر الله وعبد الله البصيري غير آبهين بحجم المخاطر والصعوبات التي تعترض مغامرة العودة، يقودهما في ذلك الحب لمدينة عدن وأهلها. المرتزة هذا كما ترين كان يعني أقدر أقول لك يعني خرابة، وعندما وصلت زوجتي إلى هنا يعني قبلي بست شهور ومن قبل، فالحمد لله حولتها إلى مكان جميل جدا كما أنتم شايفين وملاحظين، بيفيد الناس بحاجات كثيرة بوجود الأستاذ حامد مدير المسرح وترغية ونماء البراعم الصغيرة هذه ومتنفس للأسر اليمنية. وأنا أحاول أن نخرج من أزمات الحروب هذه واللي يعني وجدوها أنا إلى مرتقى أحسن بحيث يفيد الأسر اليمنية، والإنسان ما معه إلا هي كما يقولوا بصمة في وطنه أو في أي مكان، بحيث أنه يترك حاجة جميلة للأجيال القادمة. منتزه نشوان السياحي الذي ظل نحو عقدين قيد الإغلاق والإهمال أعيدت له الحياة بتعاون الجهات المسؤولة وبالتحدي الذي قاده الزوجان ستر الله وعبد الله البصيري في إعادة تأهيل هذا المنتزه ليصبح متنفسا للعائلات ويعاد له تاريخه المرتبط بسكان المدينة وأهلها. شعور المغتربين في الخارج شعورهم زي أي شعور أي إنسان، يعني أي إنسان مشتاق لبلده يشترجع يعني بلدهم يستثمروا فيها ويعيشوا فيها، يتمنوا الناس كثير يعني كلنا، وإحنا من ضمن الناس هلا أتمنى أنهم يرجعوا بلدهم يعيشوا في بلدهم يستثمروها فيها. اليمني مرتبط ببلده وأهله مهما طال اغترابه وجار عليه الزمن، هكذا يقول الزوجان ستر الله وعبد الله البصيري متطلعان إلى عودة الأمن والاستقرار للبلد وتذليل كافة الصعوبات أمام المغتربين الراغبين في الاستثمار باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وواجب تفرضه الحاجة الملحة نحو وطن آخذا في التشظي والانهيار. كمغترب يمني أنا أقول لكم إذا ساعدتوا المغتربين وهيأتوا لهم الجو المناسب ودللتوا لهم الصعوبات، فأنا أعتقد يعني أي يمني أي أنا أضمن أسرتي أنهم يقولون أنا يساهموا في شراء أو في استثمار أموالهم بدلا من الخارج كبلدهم ومطرح رؤوسهم، وأي إنسان يتمنى أنه طفله يترعرع في بلده بحيث أنه لا يفتقد الهوية اليمنية ولا ينسى من وين جاء ولا من أين أتى، ولا لأنه مع الوقت الهوية بتروح إذا جلسنا في أمريكا، يعني أجيال بعد أجيال ينسى أنه جاء من اليمن، يعني أسره بعد أسره بعد أسره كذلك، يعني يمكن بعد الأسر اللي قايمة لا يمكن يعني تتكلم اللغة العربية وهكذا. فإحنا نحاول أن إحنا نشجع المستثمر ونضمن له حقه
ونحسن من بلدنا كأي بلد أخرى، ليش لا؟ النجاح سر الحياة، يقول الزوجان ستر الله وعبد الله البصيري، ولا يمكن تجاوز الوضع الراهن إلا بأمل مدفوع بالإرادة وإصرار مصحوب بالعزيمة، مهما قست الظروف وتحكمت الحروب في مصائر الحياة، متطلعين إلى يمن مستقر تسوده المحبة والتسامح والوئام. مشاهدين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.